الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يرجى الاتصال لاحقا. The number you are calling is out of service. يعطيك العافية يا خان. أهلا وسهلا سيد عارف، تفضل. صراحة أنا اشتهيت لك كاسة الشاي من إيدي، تازة لساتها سخنة. صحتين وهنا. يسلموا إيديك، ليش عذبت حالك؟ ولو نحن جيران، أي شيء بتحتاجي خبريني فورا، أنا بالخدمة. شيء أكيد، شكرا لك. ما شاء الله عنك، المحل صار بيلمع. بصراحة أنا تعذبت كتير بتنظيفه. بالنهاية هالمحل أمانة. أنا بعتذر، تفضل عود. لا 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 تتعبي حالك، المحل لحاله ما فيني أتركه أبدا. يلا بشوفك. طيب يلا شكرا بالإذن. مع السلامة. تفضل تجهيزات السيدة. أمتي سكر تورنا. ألو تورنا، أنت منيحة يا روحي؟ أمي سكر قليلي، في شي بنتي؟ انتي وينك؟ انا بالفندق، فيني اجي لعندك مشان العب بالالعاب؟ لا يا روحي، انا هلأ عم بشتغل بالمحل يا قلبي، يعني اذا اجيتي من دون ما تعرف امك اكيد رح تزعل منك. الو تورنا، انتي عم تسمعيني يا روحي؟ عمتي سكر يسلموا ايديكي على قلم التلوين الازرق الفاتح. ايه تورنا انت بخير يا عمري؟ الو الو تورنا، تورنا شو بها هاي؟ ليش ما عم ترد على التلفون؟ ايه ايه اخي، مثل ما قلت لك بدي اجي على اسطنبول. يعني بدي اقعد لي كم يوم عندك وبعدين رح فتش على بيت تاني اقعد فيه. لا لا اخي، انا مليت من هون. لا لا ما عدي ارجع. لوين بدك تروح جنجيز؟ انت مجنون شي؟ ليك اخي برجع بتصل فيك مرة تانية. سكر. طيب وشو حشرك انت؟ اه انا قلت لك يا بتنقبري وبتروحي على المغفر يا اما رح اتركك وامشي. انا مو هيك قلت؟ انت ما سمعتي كلامي. ايه يلا باي. جنكيز جنكيز جنكيز، لا تتركني بهي الطريقة. اتركيني هيك، كيف بتطلع من قلبك تتركني لوحدي؟ لك خلص. لا ما رح اتركك، ما رح اتركك، ما رح اتركك. ايه بعدي جنكيز. لو بدك يعني يبقى كنت سمعت كلامي من الاول. جنكيز الله يوفقك، لا تروح وتتركني هيك، بترجاك. ايه بعدي هيك. ايه وبعدين يعني كنت سبب موت بنتي وهلا صار دوري؟
جنكيز جنكيز لا تروح وتتركني بترجع لا تروح خلص رح ساوي مثل ما بدك رح أقلهم لا بقى تفتشو بس بترجاك لا تتركني خلص خليك معي رح روح على المغفر دورنا دورنا وين بنتي؟ أي بنت؟ نحن اللي بالغرفة 106 ايه تذكرت يا خانوم راحت مع وحدة وتركت لك هاي الورقة هون هاي هي بنتك تورنا موجودة معي كاتبت لك العنوان العمي سكر تفضلي أهلا وسهلا فيكي طيب. ليك نايمة جوا فوتي على اليمين من هذا الاتجاه تفضلي لا مو مشكلة لا تشلحي لا ما بيصير تفضلي حبيبتي كانت حرارتها كتير مرتفعة وهلأ هي نايمة تفضلي يا قلبي عليها تعباني أخذتها على المستوصف القريب من هون بس بما أنه ما في هوية الدكتور ما وصف لدواء هو قال لي على اسم مسكنات بس أنا خفت أني أعطيها ياهن خفت أنه يكون عندها حساسية شكراً كتير لألك ننطر شوي إذا ما تحسنت بتاخد دواء شكراً كتير أنا ما ساويت شي غير واجبي كل شي ساويته أني نزلت لها حرارتها شكراً إذا بتحبي خدية على أي مستوصف مشان تطمني في واحد قريب من الفندق وخدي معك هويتها تمام انتي خفتي عليها كتير مو هيك انا ساويت شاي شو رأيك نشربه بالصالون انا وياكي يلا تفضلي انا آسفة تقلنا عليكي اول ما تفيق تورنا منروح لا حبيبتي شو هالحكي مستحيل اني خليها تروح وهي بهالوضع وانتي خليكي هون يعني اساسا انا عايشة لوحدي تعالي معي يلا أنا كتير خجلانة منك ما عندي بالبيت بسكوت أو كعك مشان تتسلي فيه مع الشاي الله يسامحك شو هالحكي بكفي كل شي ساويتي مشانه أنا اللي لازم أخجل أكيد تورنا خبرتك إن دقت لي وكان تليفوني مطفي لا تورنا ما خبرتني إن مريضة أنا اللي فهمت أنتي فهمتي؟ كيف؟ يعني أنا حسيت من صوتها مظبوط الأم بتحس وخصوصاً وقت ابنها يكون مريض بتحس بأي شيء بيحتاجه إيه ولأنك أم أنت حسيتي فيها كمان مع أنه أنت لساتك صغيرة تورنا بنت كتير قوية ما كانت تقلي إنها مريضة مشان ما اتضايق عليها هي ما بتخبي
كانت بدها تقلك بس ما فيها تقول. بظن أنا حملتها فوق طاقتها. انتقلنا جديد لهون والجو بارد كتير والأوتيل ماله منيح كمان، لهيك كنت مضطرة أشتغل وهي عم تضل لحالها بهاي الظروف. فهمت عليك، سامحيني على سؤالي هاد لكان، يعني ليش ما بتروحوا لعند أمك؟ ما بدي يكون عبء عليها. دورنا عبء عليكي؟ أكيد لا. لكن ليش رح تكوني عبء على أمك؟ أنت بتعرفي إنه الأمهات بتدفع عمرها كله مشان سعادة ولادها وما بيتعبوا أبدا. إذا رحتي لعند أمك رح يكون كتير منيح مشانكن. أنا متبنات، كان عمري 5 سنين تركتني أمي، عن جد؟ هديك الأيام ما بتذكرها كتير منيح، بس ما بعرف أمي ليش تركتني، ما بعرف وين ولدت ولا حتى بعرف عيد ميلادي. ومكان ما عشت كانت أمي موجودة، كانت دائما معي، كل عيد ميلاد بتشعلي شمعة مشان أكون مبسوطة، وما رح أكون مبسوطة بحياتي لأني ما بعرف عيد ميلادي، فعلى أي أساس عم نحتفل فيه؟ قصة غريبة كتير. أنت عشتي حياتك بهي الدنيا وكنتي وحدة قوية وكمان فوق أم حلوة. أم حلوة، الشي غريب كتير أني ما بتذكر وش أمي بنوم. هذا الشيء ما بيضايقني لأني مسحته من ذاكرتي تماما. لا تواخذيني، ما حكيت لحدا قصتي من قبل، ما بعرف ليش حكيت لك. أكيد ضاقت أخلاقك مني صح؟ لا لا تقولي هيك، أحيانا ما بيهم مين الشخص يلي بدك تحكي له، بالعكس بترتاحي إذا حكيتي. احكي لي. بوقتها كانت مثل هاي الأيام، كنت مع أمي وكنا على طول نسافر بالقطارات. سكننا بمنطقة جديدة، كان في ألعاب كتير بالساحة، كنت بوقتها مبسوطة كتير. أمي قالت لي لعبي بأي لعبة بدك، بالعادة ما كانت تسمح لي بهالسهولة. يوميتها كنت مبسوطة ولعبت قد ما بدي. عن جد كان حلو هاليوم. بعدين رحنا على مطعم قريب، قالت لي أمي فيكي تاكلي أي شي بدك يا، واخترت قائمة الأطفال. حبيت كتير اللعبة اللي كانت مرسومة على الصورة. بعدين جابوا الأكل، بس ما جابوا لي اللعبة، جابوا لي سيارة. يوميتها بكيت كتير،
بكيت لدرجة إنه أمي ما عرفت شو تعمل، وما كنت أكل وجبتي، وكنت بدي اللعبة يلي شفتها. اشترت لي كتير شغلات مشان اسكت، بس ما كنت وقف عن البكي أبدا. اليوم عرفت شو يعني أم، وليش تصرفت معي هيك. بظن كان بدي أتذكر هذا اليوم منيح، وما بدي أني أكسرها بالبكي. بعدين بآخر النهار أنا وياها رحنا لمنطقة خضراء، وكنت بعدني عم ببكي. بعدين أمي ما فهمت شو ساويت وقتها، قعدت على الأرض ودارت ظهرها وقالت لي بنتي، وحطت لي شي بإيدي وقتها. نوع من أنواع الزهور. أمي نفخت البزر بوشي وطاروا بالسماء. وقتها وقفت عن البكاء وصرت أضحك من قلبي، وكانت البذور عم تطير وأنا عم بضحك. كانت أحلى لحظة بحياتي، بس ما كنت بعرف إنه ضحكتي هي نهاية كل شيء. بعدين أمي مسكت إيدي وطلبت مرة تانية تطير لي البذور. وعطتني إياها مرة تانية، شردت فيهن وقت طاروا، وما كنت عرفانة وقتها إنه أمي راحت. وبعد هداك اليوم ما بقى شفتها بنوم. وما كانت توقف عن البكاء. أمي ما كانت راحت لو ما شردت بالبذور وقت طاروا، وما كانت تركتني. قلت لك إني ما بتذكر وش أمي، بس لهلأ بتذكر دفى إيديها وملمسه. كل ما مشيت بالشارع وشفت أم ضل اتساءل بيني وبين حالي إذا كانت هي أمي ولا لا. حتى لو مين ما شفت، حتى لو مسكوا إيدي آلاف الأمهات، بكل بساطة رح أعرف أمي من ملمس إيديها. عفواً بعرف أني سخيفة كتير، أنا أسفة لأني أزعجتك.
شكرا لأنك سمعتيني للآخر. الشاي برد كأنه قايمة سخنه. تتمني إنك تشوفيها؟ نعم. أنا بقصد أمك، تتمني إنك تشوفيها؟ الحب بلا مقابل، شو رأيك فيه؟ حب بلا مقابل؟ ما بعرف. دايما بيقولوا إنه الأهل بيحبوا أولادهم بدون أي مقابل، بظن إنه العكس، الأولاد الصغار هن اللي بيحبوا أهليهم بدون مقابل، ولو ضربوا حتى لو كانوا عم يتعذبوا ما بيتخلوا عن حبهم لإلهم. الأولاد بيتقبلوا أي شي مشان يبقوا مبسوطين. حتى الأهل لو تخلوا عن أولادهم رح يضلوا يحبوهم للآخر. ولهيك ما في أهل بيقدروا أنه يتركوا أولادهم لحالهم. هذا هو الحب يلي بلا مقابل بالنسبة لإلي، ولو شو ما صار ما برضى شوف حدا تعرض لخيانة الحب. معك حق، دورنا كيف صرتي هلأ منيحة؟ ايه منيحة. انت زعلانة مني لأني اجيت؟ انا آسفة. لا انا يلي آسفة لأني ما كنت معك. منيح يلي اجيتي لهون، يمكن انا ما رح اقدر اكون ام منيحة. انت بتعرفي انك احسن ام بالعالم. قومي خلينا نمشي لأنه زعجناها كتير. يلا انت رايحة على الشغل؟ طبعا يلا. إذا أنا ضليت هون بعدك أنه رح ساعد العمة سكار، هي لحالة هون قاعدة بالمحل. شوفي حبيبتي هي كتير منيحة بس بتضل غريبة، ما بصير نزعجها أكتر. رح نرجع نزورها بعدين. إيه اتفقنا؟ اتفقنا. بتسمحي لي أقول شيء قبل ما نروح من هون وما بتزعلي؟ قولي. طيب فيني أشرب شربة الفطر يلي سوتها العمة سكار قبل ما أروح؟ أنا سويت شوربة. صباح الخير. صباح النور. رح ساوي لك فطور. يلا حبيبي. يسلموا هالإيدين، شكرا لك، عزبناكي. لا ولو.
الرقم المطلوب مغلق، الرجاء ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة وشكراً لتعاونكم. أوف يا بنتي أوف أوف. ما حدا بيعرف، ممكن مخبية عنا شي. وين ساكنة؟ أكيد بالفندق ما؟ قاعدة ببيت رفيقتي، كانت معي بالسجن وبعد فترة رح تطلع. تفضلي، كتبت لك عنوان البيت إذا حبيتي شي مرة تشرفيني بزيارة. بدي روح مشوار قبل ما روح على الشركة لو سمحت، يا ريت تتلف وترجع من هالطريق. أمرك خانو. عن جد أنا بتشكرك على كل شيء. أنا آسفة بس ما بعرف اسمك. أنا اسمي جونول. جونول. شكراً لك ست جونول. صح نسيت، جبت هدية صغيرة لتورنا. ليش عزبتي حالك؟ لا العفو، بظن يلي لابسته صغير شوي على رجليها. معناته لهيك كنتي تشلحي؟ بصراحة ما انتبهت. نحن ما فينا ننتبه على كل شيء لأنه الولاد بيكبروا بسرعة. يلا البسي. عجبي؟ كتير مبروك. ما بعرف شو بدي اقول لك، قولي له شكرا للخالي. شكرا كتير عم سكار. تورنا صرنا بنعرف اسمها هلا. ايه بس انا ما بحب نادي له غير عم سكار. ايه وانا بحب انك تنادي لي هيك، ارجعي قولي عم سكار. حكياتك بياخذ العين. شكرا لك مره ثانيه. العفو، هاتي عنك انا بضبه، تركي من ايدك. يسلموا. قطة صغيرة. طلنا على مهلك شوي شوي. آسفة إذا رح أتعدى حدودي، برأيي إنك ترجعي على بيت أمك. أكبر غلط هالبنت تكون لحالة بالفندق. وقف وقف. وين زينب؟ راحت. لك انتي ليش عم تعملي هيك فيني؟ لا تكوني مفكرة انه من حقك تشوفيها. احكي. عرفت؟ لا ما عرفت. بحلف لك بالله ما حكيت إلا شي. وصلت لهون عن طريق الصدفة وما بتعرف شي بنو. ليكي، أنا يلي بنيت حياة زينب وعطيتها حياتي، أنا ما رح أسمح لك تجي وتخربي لنا بيتنا. رح تبقي بعيدة عنا. هاي بنتي، مفهوم اللي عم بحكي؟ فيكي إنك تقولي لها لزينب إنه عيد ميلادها بيكون بستة حزيران. خبريها بهالشي. عيد ميلادها بيكون يوم ما تبنيتها.
شو في أخي؟ وينك أنت؟ رايح في عندي مشوار. اللي لازمك شي ضروري مني؟ سمعت أنك رايح على المطار. خير؟ إيه بدي روح لأني بدي أشوف المصورة زينب كونيش. بدي حاكيها بخصوص طفلة مفقودة. بالصدفة عرفت إنه هي أنستا. بدي أسألها كم سؤال. أفهمه. هي ما عم تتواصل معنا بنوب. عم اتصل فيها ما عم ترد. ما بعرف شو صاير معه. العمى شو هالحظات. شوفي ليك أخي، في شي غريب بالقصة. لازم أوصل لزينب بأي طريقة كانت. وين ساكنة باسطنبول بتعرف؟ بعرف بيت أهلها بس ما بعرف إذا هي هني. راح أبعت لك العنوان بالتفصيل. طيب أخي بعت لي العنوان لو سمحت. وكمان هي ما عم ترد علي. إذا اضطريت رح ضل واقف قدام باب بيتها. بعت لك عنوان البيت صار عندك. تمام تمام شكرا. يلا أخي بشوفك. شوفك. أمي؟ إيه؟ فيني أركب المرجوحة؟ بس أنت بعدك مريضة حبيبتي. بس مرة واحدة. طيب ماشي يلا. هاي أنا رح أحاول أرجع بكي. أوعى تطلعي من الأوتيل. تمام؟ طيب ماما لا تخافي علي، أنا كنت جوعانة كتير، قلت بشتري كعكة وبرجع. حكيك صح، معك حق، ما في شي بالغرفة بيتاكل. تورنا؟ تورنا؟ بنتي وينها؟ إيه تذكرت يا خانم، راحت مع وحدة وتركت لك هي الورقة. تورنا ما خبرتني إنها مريضة أبداً. أسوأ إذا رح أتعدى حدودي. برأيي لازم ترجعي على بيت أمك. تورنا رح أخذك اليوم لعند أمي. لعند أمك؟ شو مو حابة تبقي مع دورو؟ ايه حابة، لأنه فينا نلعب مع بعض. كتير منيح. يلا لك. بيت أمك بعيد من هون؟ لا، بدنا شي ربع ساعة تقريبا. يلا حبيبتي. مطولين لحتى نوصل أخي؟ لا وصلنا 10 دقايق. ملك أكشاي سقطت في البحر واختفت. عدم العثور على الفتاة وضع علامات الاستفهام في العقول. ملك أكشاي مكتوب على المحاية ملك. إيه بس أنا اسمي تورنا. حرارتها مرتفعة. أنا أخذتها على المستوصف القريب من هون. بس بما أنه ما في هوية الدكتور ما وصف لدواء. يمكن ما رح أقدر كون لألك قبل منيح. بظن يدي لابسته صغير شوي على رجليها. معناته لهيك كنتي تشلحي؟ بصراحة ما انتبهت. Thank you.
شوفي ما في داعي للخوف، نحن رح نكون حذرين وبس. أنا أمك وأنتي تورنا. يلا نشوف.